وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في ليالي العشر الأواخر من رمضان، والناس يتحرون ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال الله تعالى عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فحكم الله تعالى عليها وبين أنها مباركة، والبركة كما قال الفوزان شيخ الفوزان في إعانة المستفيد: حصول الخير وثبوته ونماؤه وزيادته. فالعبادة فيها لها مزية ولها زيادة فضل وأجر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ذكر البغوي رحمه الله تعالى في الجزء الرابع من معالم التنزيل أن من معاني القدر في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ذكر أربع معاني. المعنى الأول قال: أي ليلة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ليلة القرآن، نزل فيها القرآن. والمعنى الثاني: إنا أنزلناه في ليلة القدر أي الشرف والمكانة، فهي ليلة لها منزلة ومكانة وشرف. والمعنى الثالث: إنا أنزلناه في ليلة القدر أي من التقدير، تقدر فيها الأقدار، أقدار الخلائق، تقدر فيها الأقدار، فلان يتزوج، فلان يصيبه الغنى، فلان يصير صحيحا معافا، تقدر فيها المقادير. والمعنى الرابع: ليلة القدر أي أن العبادة فيها لها قدر عظيم ومكانة وزيادة ثواب وفضل. ثم عظمها الله تعالى فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تفخيم وتعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير ابن كثير: أي قيام ليلها وصيام نهارها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. قال قتادة بن دعامة السدوسي: أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الشهور ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تنزل إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الفوزان: ونزولهم في الأرض الملائكة ومعهم جبريل وهو الروح الأمين، فيه تنشيط للمؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،
سلام هي حتى مطلع الفجر. قال مجاهد رحمه الله في تفسير البغوي: أي لا يستطيع الشيطان أن يحدث فيها شرا، فإنها ليلة محروسة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن الفوائد أن يجتهد العبد فيها في طاعة الله من الصلاة. قال البغوي رحمه الله تعالى: قال سعيد ابن المسيب: من صلى المغرب في جماعة والعشاء في جماعة فقد أخذ حظه من ليلة القدر، يعني قام ليلة القدر وسينال الثواب العظيم إذا صلى المغرب وصلى العشاء، والعشاء آكد، صلى العشاء وزاد على ذلك بأن صلى التراويح مع الإمام، هذا يكفيه. فإن قام من الليل فصلى ركعتين كما كان بلال رضي الله عنه في البخاري ما توضأ وضوءا إلا ويصلي بعده ركعتين، وهذا أرجى عمل له لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فإذا قام العبد فصلى ركعتين في جوف الليل ثم أخذ يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فهو خير إلى خير. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يدرك هذه الليلة العظيمة ونحن على عبادة وخير. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: التماس ليلة القدر في ثلاث أو في ثلاثة مواضع في ثلاث ليال أو أنواع، ثلاثة أنواع من الليالي، الأوتار كما في تفسير البغوي، وفي غير الأوتار كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، وفي ليلة السابع والعشرين، وفي ليلة السابع والعشرين عن زر ابن حبيش رحمه الله تعالى فيما أخرج الإمام مسلم، وذكر ذلك البغوي في تفسير سورة القدر. قال زر ابن حبيش رحمه الله تعالى: ذهبت إلى أبي المنذر وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقلت: يا أبا المنذر، حدثنا عن ليلة القدر في أي الليالي هي؟ فإننا ذهبنا إلى ابن أم عبد، يعني إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: التمسوها في الدهر في السنة كلها. فقال أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه عن ابن مسعود: رحم الله أخي أبا عبد الرحمن، فإنه أراد أن لا تتكلوا على ليلة بعينها، أراد لكم الاجتهاد في العبادة، ولكن أقسم بالله إنها ليلة السابع والعشرين. قالوا: كيف عرفت ذلك يا أبا المنذر؟ قال: آية حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظناها ووعيناها. قيل: وما هي؟ قال: تكون الشمس صبيحتها كأنها تسطن لا شعاع فيها، بيضاء وفي رواية حمراء كالطست لا شعاع فيها. ولذلك نحن إلى هذا اليوم وإلى الليلة السابقة لم تأتي ليلة السابع والعشرين، فاجتهدوا معاشر المؤمنين. من أعظم بل أعظم العبادات في تلك الليلة وفي تحريها الدعاء.
لذلك جاء في سنن الترمذي صححه الألباني أو أثبته أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وفي لفظ فاعف عني، أن تسأل الله العفو. الدعاء، والدعاء هو أجل عبادة، وهذه ليالي دعاء الذي يدعو في كل ليلة من ليالي العشر لا بد أن يدرك ليلة القدر، وليست علامتها وليست حقيقتها نور يمر، وإنما ليلة كاملة من أول الليل، قال البغوي: من غروب الشمس إلى مطلع الفجر. اسألوا الله الرحمة والمغفرة والعفو ودخول الجنة والدرجات العلى الفردوس الأعلى، واسألوا الله النجاة من النار والنجاة من الفتن، واسألوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما الذي يسأل غير الله لا علاقة له بليلة القدر. لو بقيت درويش تابع للمتصوف ديل ما عندك علاقة بليلة القدر، ما تضيع زمنك في ختام الخطبة دي. جاري لك لالوبة شغال ساري الليل للقرض قرش، قرآن جت من أوله لآخره ما فيه قرض، ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش ومشهد توديك الآخرة كهرباء داير باشنو. قال الله تعالى في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وديل مشايخ المتصوفة ما بعلموك تتعلق بالله، ولا بعلموك تسأل ربك سبحانه وتعالى، وإنما في الشدائد والرخاء يعلمونك أن تلجأ إلى المخلوقين. ولا أدري كيف يقرؤون كتاب الله وكيف يحفظون كتاب الله، وما مروا، هل مروا بهذه الآيات أم لم يمروا بها؟ واسألوا الله من فضله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أراد الرشد عليه بسؤال الله له دعوة الحق، ومن أراد الغي والضلال فليسأل هؤلاء الأشياخ المشايخ والأولياء المزعومين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه بنادوا غير الله، يا مكاشفي يا كباشي يا صايم ديما يا ود بدر الحقونا افزعونا، ديل عندهم ليلة قدر ولا ليلة القدر حقت الله سبحانه وتعالى، ديل عندهم جنة، عندهم شفاء، عندهم رحمة، عندهم مغفرة ذنوب، خلقوا في الكون ده مع الله شيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ في الليل الهادي بنادي سيادي، ولا سيد واحد، في الليل الهادي، ليل هادي يو زي ليلة القدر دي، في الليل الهادي بنادي سيادي، جملة وفر جملة وفرادي، جملة: يا هل الله الحقونا يا الصالحين نجدة، وفرادي: يا البكري
يا حسن وتحزونا، يا عويس القلب الغنماية تيس، يا كرفاس، ده اسمه الهادي في الجزيرة، لغب كرفاس، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في كرفاس بيطرح عليك، هو لغب كرفاس داري يصلح لك أمورك، وداك قاعد يكورك هناك داين الطيب الجد، يا الخنجر ويا الخمجان، الوقود يصبح مجان، خمجان دار ترتيبه بتمش للخمجان، هو خمجان برا وسمى، ما نبزته أنا، يقول في المنبر نبزته، هو سموه خمجان. ويا الحفيان كذا اللي عمل لنا علات حتى يخدم البلد ولا يديه خير، حفيان الحفيان، ويب جنزير داري ربطه في ردمر، ويب عتله صيوان بتاع عرس، ويب كركاب ده جلابيه ما عنده، ويب فركه عنده الحق ده بيجاي، ويب يا ناس اخير تنادي ذيل ولا يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا كريم، الله وحده لا شريك له. فالواجب على العباد ان يتوجهوا الى الله وان لا يتوجهوا الى غيره. اسال الله يهدي هؤلاء من الجهال، وان يعامل من يعلم منهم بعدله سبحانه وتعالى، وان ينتقم من دعاة الضلال منهم ومن غيرهم، ان ربي على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اساله سبحانه وتعالى ان ينزل شابيب الرحمه على هذه البلاد، ان ينزل عليها الرحمات في هذه الايام وفي غيرها من ايام الدنيا، وان يؤلف بين قلوب اهلها، وأن يحقن الدماء، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يشرح صدورنا أجمعين للحق المبين، إن ربي على كل شيء قدير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.